الشيخ وجدي، وحالة الاستقطاب الحادثة في مصر الآن بين جبهتين. الجبهة الأولى هي جبهة التيارات الإسلامية بجميع أطيافها، وهذا المشهد الذي رأيناه في الجمعة قبل الماضية ومليونية الإرادة الشعبية وحدة صف، وعلى الجانب الآخر جبهة تسمى بما يعرف بالتيارات العلمانية والليبرالية في مصر. كيف ترى هذا الاستقطاب شيخ وجدي؟ أخي الحبيب، أنا شيخ عندي علم شرعي الحمد لله. الله يقول في سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. أنا ما أعرف التسميات اللي بتتقال دي، علماني ليبرالي مش عارف ما أعرفش الكلام ده. أنا أعرف حاجة من الاثنين: المسلم يحب دينه ويعز دينه ويتحب أن الإسلام يحكمه لأنه مسلم. خلينا مع مثل بسيط: لما يكون واحد بيشجع فريق كورة مش يحب الفريق بتاعه ويحب ان الفريق بتاعه ياخد الدوري والكاس وكاس الكؤوس وكاس اوروبا وكاس العالم وكاس افريقيا؟ انا ما شفتش واحد بيكره دينه. اللي يكره دينه يبقى كافر. واحد بيقولك انا مش عايز الاسلام يبقى كافر، ما بحبش الدين يبقى كافر، ربنا ما يحكمناش يبقى كافر، الاسلام ملوش لازمه عندنا النهارده، ده يبقى كافر. يعني يسمي نفسه افهم انك تكفر التيارات والاحزاب العلمانيه والليبراليه في مصر؟ ايه ده؟ افهم من كلام حضرتك انك تكفر التيارات العلمانية والليبرالية في مصر؟ ما انا بقول لحضرتك انا لا اعرف الليبرالية ولا علمانية ولا ملوخية. انا اعرف ان الاسلام هو اللي بيحكم والمسلم يحكم الله ويحكم شرع الله. يقول الله عز وجل سورة المائدة: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءه. طب اللي مش هيحكم بما انزل الله في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. عندك في سورة يوسف: ان الحكم الا لله. عندك في سورة آل عمران: افغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. عندك في آخر سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين. عندك سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يحكم. شيخ وجدي، يعني ألا ترى أن هذا الحديث يوسع الهوة والفجوة بين أبناء الوطن الواحد؟ ألا ترى أن هذا الحديث لازم من حديث أسامة بن لادن أن العالم ينقسم إلى فسطاطين وما إلى ذلك؟ شوف يا حبيبي، لازم يكون في انفصال بين الحق وبين الباطل، في جنة وفي نار، في إيمان وفي كفر، في مسلم وفي كافر. الله في سورة الفاتحة يقول: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. لو تزيلوا، لازم التزيل. إنما أنا أقول لي، طب قول لي بالله عليه، ينفع أنا أقول أنا مسلم بكره الإسلام، أنا مسلم بكره ديني، أنا مسلم وعايز أشيل المادة التانية من الدستور اللي بتقول الإسلام، أنا مسلم وبكره ربنا وبكره شرعه؟ إذا كان الله بيقول في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لازم الأمر يبقى واضح. المياعة دي والتميع ده مش ما ينفعش. لا هم لم يشككوا في الإسلامية. عرفت ان لا تقول لي علماني ولا تقول لي ليبرالي. لا يعني اسأله سؤال: انت مسلم؟ بتحب الإسلام؟ بتحب شرع الله؟ بتحب دين الله؟ يبقى انت مسلم. لكن تقول لي مسلم بكره الاسلام، مسلم وشيل المادة التانية، مسلم ومش عايز دين، طب انا يبقى انت كافر. ما انتش مسلم، انت كافر، ما انتش مسلم. يعني الكثير من هذه التيارات لم تتحدث عن المادة الثانية من الدستور، بل على العكس اكدت عليها واكدت على اسلامية الدولة، لكن هي في النهاية تقول يجب ان نذهب الى دولة مدنية تحترم الحريات العامة. هناك اقليات في هذه الدولة لها قوانينها التي يجب أن تحكم بها بشكل أو بآخر، لكن هي أكدت على المادة الثانية من الدستور وأكدت على إسلامية، لكن تريد أن تذهب بمصر إلى دولة مدنية شيخ وجدي؟ لا لا لا، ما فيش حاجة اسمها دولة مدنية يا أخي الحبيب، اسمها دولة إسلامية. لازم الألفاظ تبقى متحددة. في حاجة اسمها دولة ثيوقراطية، لا مش إحنا اللي هي بتحكم بيقولك أنا نظل الله على الأرض وكلام. نوضح للناس، احنا يعني مثلا اخوانك لما بيقولوا نريدها دولة مدنية على القرآن والسنة، انت اسمها اسلامية مش مدنية. انت بتضحك على مين؟ انت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك ولا على الناس؟ لا، لازم نكون واضحين مع الناس. احنا مسلمون، نعم، نريدها دولة اسلامية تحكم بالقرآن وبالسنة. يا اخي الحبيب، المثل بيقول من حكم في ماله ما ظلم. طب الله يحكم عباده يا اخي، الله اللي خلقنا وقال في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. واللي قال في سورة البقرة: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة هيحكم بشرع مين؟
ايه مدنيه وملوخيه وكلام جماعه الاخوان المسلمين بنفسها وانت تنتمي الى استاذ وجدي انت تنتمي الى